أولا نهني الشعب العراقي حقيقة بالعيد الوطني للبلاد. نعم، وهذا العيد حقيقة يعبر عن الهوية الوطنية العراقية اللي هي دوما جامعة للعراقيين، واللي هي الرافعة الأساسية حقيقة للبلد. نعم، هذه حقيقة أول سنة نحتفل بالعيد الوطني منذ 19 سنة في عهد النظام الديمقراطي الجديد حقيقة. جيد. وهذا الاحتفال كذلك هناك توجيهات طبعا من قبل الحكومة العراقية إلى عملية الاحتفال وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة لهذا الاحتفال. وطبعا هناك احتفال كما أعلنت عنه أمانة بغداد حقيقة بهذا الموضوع، وبالتالي احتفاء هو بالعاصمة بغداد. وكذلك بالمقابل التهاني والتبريكات بدأت تتوافد إلى الدولة العراقية من رؤساء الدول والملوك وكذلك القادة، وكذلك بالمقابل السفراء الممثلين هنا في العاصمة بغداد. وكذلك بالمقابل في هذا اليوم كذلك هنالك استذكار لوفاة الرئيس العراقي الراحل مام جلال طلباني. نعم. وهذا ما جرى خلال الساعات الماضية حقيقة في أربيل، وشارك السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية. نعم. وكذلك بالمقابل قيادة إقليم كردستان وكذلك قادة وممثلي القوى السياسية العراقية وكذلك ممثلي المحافظين وكذلك هيكل الدولة العراقية.